حياتي لكم، مرحبا وسهلا، سعد الله المساء. كولين دور، مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا. البدوي الصحراء، مرحبا وسهلا. محمد علي تحياتي، مرحبا وسهلا. عبدو تحياتي، وعليكم السلام. كبسوا من فضلكم. إذا نبدأ على بركة الله، لأن إن شاء الله نناقشوا مستجدين اثنين يتعلقان بموضوع الصحراء الغربية، ويتعلق بالمشاورات اللي يبدو أن الأمم المتحدة تشرف عليها هذه الأيام لتقريب وجهة نظر بين الجبهة طبعا والاحتلال المغربي. مرحبا وسهلا محمد علي، طالب شريفة، مرحبا وسهلا. مروان تحياتي، صح فطوركم كاملين، تقبل الله منا ومنكم. إذا هناك مستجدين اثنين، ولكن هذين المستجدين أحدهما أهم من الثاني، ويتعلق ب للاستغلال اللي كان يقوم به نظام الاحتلال المغربي للمجال البحري للصحراء الغربية. إذن سيصاب العياشة كالعادة بالصدمات تلو الصدمات، والمخزن سيصاب كذلك بالصدمات تلو الصدمات، وهو يغرق في هذا الملف، ملف الصحراء الغربية، لكل يوم يعني يحقق فيه الجانب الصحراوي، ويحقق فيه الحق يعني بالأساس، يحقق فيه انتصارات كبيرة جدا. هذه الانتصارات جت بعد يعني معاناة كبيرة جدا عانها هذا الشعب الصحراوي لمدة 48 سنة، ونهب فيها نظام الاحتلال المغربي ما نهب من ثروات الصحراويين. ولكن لابد كما يقول المثل، لابد من الحساب، الحساب لابد. إذن المخزن اليوم يستعد لأداء الفاتورة التي ستكون باهظة في ملف الصحراء الغربي. السارق اللي نهب كل ثروات الصحراويين هاي 48 سنة، جاء اليوم شهرا بعد شهر ودقيقة بعد دقيقة لأداء الثمن لكل هذه السرقات اللي تمت لثروات الصحراوية. المستجد على مستوى البحر، نعلم بأنه المغرب عقد اتفاقية للصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وهذه الاتفاقية ينهب بموجبها عفوا ثروات الصحراويين اللي هي ما شاء الله غزيرة جدا، كثيفة جدا في السواحل الصحراوية. مرحبا وسهلا، صح فطوركم كاملين، اعتذر على عدم الرد على تعليقكم، لكن كبسوا من فضلكم، حاولوا تكبسوا. المخزن كيف قلت على انه عدل اتفاقية للصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي، ويصطاد السمك كما يشاء في ارض الصحراء الغربية، في سواحل الصحراء الغربية، ويبيعها للاتحاد الاوروبي. ويكفي على انه الناس يجب ان تعلم بان نظام الاحتلال المغربي 90% من الاسماك اللي بيعها للعالم هي مصطادة في الصحراء الغربية، و10% هي فقط اللي مصطادة في السواحل المغربية. إذن الخبر الصادم لنظام الاحتلال المغربي هو على انه اليوم الاوروبيون يستعدون لوقف الصيد في السواحل الصحراوية. اسمع العياش، اسمع اسمع، يعني نسطر لك على المصطلحات حتى تفهم المصطلحات. الاتحاد الأوروبي يستعد باش يوقف عملية استغلال الصيد البحري في السواحل الصحراوية، ويفكر في ماذا؟ يفكر في البحث عن سواحل بديلة. شن هي السواحل البديلة؟ هي موريتانيا، هي السواحل الإسبانية. إذن الخبر يقول على أنه الأوروبيون يستعدون للقرار القضائي الذي سيصدر عن محكمة العدل الأوروبية في الأشهر القليلة الماضية، وبالتالي فإن المفوض الأوروبي للمحيطات ومصايد الأسماك فيرجينيوس كيسكينفيسيوس دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى النظر في مسارات نحو فرص صيد جديدة، أي البحث عن آفاق جديدة أو بحث عن مصايد جديدة
تصطاد فيها السفن الأوروبية التي كانت تصطاد في سواحل الصحراء الغربية، وبالتالي فإن هذا يعني المفوض الأوروبي للمحيطات ومصايد الأسماك يدعو إلى اتفاقية موقعة مع موريتانيا، أي يبحثون عن البديل مع موريتانيا، وتقريبا يعني بات ذلك في شبه المؤكد. 2020، نذكر فقط العياشة بأن المسار القضائي لمنع هذا الاستغلال الجائر، مرحبا وسهلا، تحياتي لكم كاملين، هذا الاستغلال الجائر للصيد البحري في السواحل الصحراوية من طرف نظام الاحتلال المغربي اللي يكذب عليكم هاي 48 سنة ويقول لكم على أنه راهي الصحراء مغربية وشواطئها مغربية وجوها مغربي. اليوم الاتحاد الأوروبي واعي بأن المحكمة ستحكم بمنعه من استغلال السواحل الصحراوية. عرفت شنو معناها منعكم من استعمال السواحل الصحراوية؟ معناها أنه لا يمكن أبدا أن تستغلوا الثروات السمكية للصحراء الغربية. إذا المسار القضائي كان فيه ديسمبر 2021 محكمة العدل الأوروبية تحكم لصالح جبهة البوليزاريو، لأن هذا الاتفاق تم من دون موافقة الشعب الصحراوي، ومجلس الاتحاد الأوروبي استأنف الحكم في 16 ديسمبر 2021، والحكم سيصدر بإذن الله تعالى في نهاية هذه السنة. هناك أيضا ما يتعلق بالأمم المتحدة. الأمم المتحدة هناك مشاورات حسب ما قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي. نسمعكم الفيديو وبعد ذلك يعني نقول لكم مضمونه. The activities of Staffan de Mistura, the personal envoy of the Secretary General for Western Sahara. I can tell you that he has been having meetings here at UN headquarters. Mr. de Mistura has invited the representatives in New York of Morocco, the Frente Polisario, Algeria, and Mauritania, as well as members of the Group of Friends of Western Sahara, that is namely France, the Russian Federation, Spain, and the United Kingdom, and the United States, to informal bilateral consultations with him against of his bi excuse me ahead of his bi-yearly briefing to the Security Council that will take place next month in April. In his invitation letters to this week's meetings, Mr. de Mistura said he remained hopeful that a just, lasting, and mutually acceptable political solution, which will provide for the self-determination of the people of West Africa in accordance with relevant Security Council resolutions, was achievable. The personal envoy indicated that the purpose of this informal bilateral consultations would be to discuss lessons learned from the political process, to deepen the examination of positions, and to continue seeking mutually agreeable formulas to advance the political process. إذن الخبر يقول على أنه المتحدث باسم الأمم المتحدة يؤكد هذوك اللي قالوا أن ما قد انتهينا من الصحراء الغربية وسنمر إلى الصحراء الشرقية. ضحكتونا. هذاك اللي صدعتونا بأن الموضوع قد انتهى وقد انتهى وقد مررنا إلى الصحراء الشرقية وستمرنا عاملين ماشيين مملي كذلك بعد الصحراء الشرقية. إذن الأمم المتحدة تتحدث حسب المتحدث باسمها على أن المبعوث الأممي للصحراء الغربية سيلتقي في الأيام القليلة المقبلة مع المغرب وجبهة البوليزاريو ومع موريتانيا والجزائر وأمريكا وروسيا وإسبانيا للبحث عن حل واقعي عادل ودائم وضامن لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. سمعت العيش؟ سمعت العيش؟ إذن القضية ماشية في كل الاتجاهات الحمد لله بشكل إيجابي جدا. إضافة إلى هذين الخبرين، هناك أيضا رفض إسبانيا ورد الطلب اللي قدم به نظام الاحتلال المغربي باستغلال أو التحكم في المجال الجوي للصحراء الغربية. إسبانيا رفضت أن تسلم الاحتلال المغربي التحكم في المجال الجوي للصحراء الغربية، وبالتالي فإنكم لا سلطة لكم على
المجال الجوي للصحراء الغربية. وفي الأشهر المقبلة بإذن الله تعالى، حينما يصادق محكمة العدل الأوروبية على القرار الجديد، ستمنعون من استغلال سواحل الصحراء الغربية، لن يمكنكم استعمالها، ويبقى لكم الاحتلال الواقعي اللي تقوموا به لمنطقة الصحراء الغربية. إذن عيشوا فم والله ما تعيشوا لن يتغير أي شيء. إذن نفتح باب المداخلات إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. محمد علي راهو فم المشرفين، فم المشرفين، فم لي مودراتور. السلام عليكم. أخراضي السلام كريم عليكم. خير، لاباس الحمد لله وعليكم ما شاء السلام. الله. مرحبا بخير وسهلا. عافية أخراضي، من خير والله. السلام عليكم، عفوا. وعليكم السلام ورحمة الله. وكيف راك؟ هاني بخير وهذا لاباس الحمد مزيان. لله ما شاء الله، كل شيء بخير الحمد لله. عرفنا بنفسكم منين؟ افطار مزيان، جمال من المغرب، الحمد لله. مرحبا وسهلا، تفضل. كيفك؟ الحمد لله بخير وعلى خير الحمد لله. توحشناك تفضل، احنا خويا، نناقش. توحشناك، نشوفك في القناة الأولى، مش نشوف ارسل لي السلام اسمك. عليكم. وعليكم السلام، مرحبا وسهلا علي. شكرا شكرا أخي، شكرا. مرحبا وسهلا، مرحبا وسهلا. عرفنا بنفسك من منين؟ أنا علي حسين من المغرب. مرحبا وسهلا، تفضل. يعني أنت الآن قلت بعد دقائق قلت بأن أوروبا ستمنع أو الأمم علي المتحدة حس ستمنع. علي علي ناقش معنا مشكلة الصحراء الغربية، ناقشها معنا. نعم، يعني أنت قلت الآن بأن أنا لم القانون أقول، أنا لم أقول، أنا لم ماذا أقول، قلت؟ ما أنا لم أقول، أنا لا أقول، أنا أنقل لك يعني الأخبار. أنت، يعني أنت قلت ما يعني مصادرك من الأمم المتحدة سوف يمنع منع كليا من الصيد في مياه نعم المغرب في الأقاليم الجنوبية. إن شاء الله. متى؟ متى شني؟ سيصدر القرار إن شاء الله، أي سيصدر قرار القرار. هناك؟ يعني أنت تعرف يا لازي ليلي، عندما يقترب موعد تجديد اتفاقية الصيد البحري ما بين أوروبا والمغرب، تكون هناك بلابل كي يضغطوا على المغرب كي بلابل يتنازل. بلابل يعني مشاكل دائما عندما مشاكل. يقترب يعني اللعب تجديد هنا، عقد. اللعب اللعب هنا، الناس تلعب هنا، قاعدين يلعبوا أين هذه العالم. أرض اسمع المغربية؟ هذه أرض. اسمع 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 تفضل. اسمع اسمع، الناس هون تلعب، يعني الزريب هون، الامم المتحده زريبه، والمحكمه العدل الاوروبيه زريبه، وصافي هنا الناس تلعب هون، يعني لا الدول هون تلعب. هناك اتفضل، لعب. اسرح لنا، هناك اسرح لنا، اسمع، اسرح لنا، اسرح لنا، اسرح أنا لنا شنو أعطيك هي شأن، المشكلة. سأشرح لك. هناك 90 قرار من مجلس الأمن و134 قرار من مجلس الأمم المتحدة، لم يكن هناك أي قرار يدين بأن المغرب يحتل الصحراء. انت بتحامي و13 معك، مبعوث أممي، اسمعني يا رجل، هناك 13 مبعوث. انت بتحامي معك شي واحد فهم على هذا الشيء، ولا انت ما لا حسكم لا لا، مثلا؟ لا ترك يحكموا لنا، لا ترك من الجنوب إلى المغاربة، صحراوة ترك من يلا العيون تكلم، ومن يلا المغاربة. تكلم، تكلم، يلا انت تكلم، راضي الليلي وهذا راضي النهاري. واتكلم. عد جدي شوي والله نقضوك، عد انا جدي جد، وش. انا تكلمت معاك، انا قلت لك لا يوجد اي قرار يقول يدين المغرب. القدس لا، الين يطلعوا يا زلمه العياش، ولا نطلعك جمال. والخائن الوطن، خاين 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 والخائن خاين الوطن، خاين، راه تقولها لا المرة، تقولها لا المرة خاين. مساك، اطلع ناقش اللي عندك ما تناقش. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا وسهلا. صحاب محمد، صحاب طورك، مرحبا وسهلا.
Merci. C'est juste que si je voulais dire عرفني عن عرفني الجماعة عن اللي نفسك. معانا هنا في ايه عرفني عن نفسك عن من فضلك. الصحراء، راهي ما تنباع قولهم الصحراء، رانا اوني بخي، اوني بخي من اسبانيا هو جوسكا لا فرانس، اوني بخي نحنوا لا الحرب، اوني لا. قول للناس هو هذو اللي يقولوا الصحراء مغربية ما نعرفهاش، صحابي انا صحابي هو كاملين عم معايا مغاربة. هو عم شوف شوف عرفنا بعد من نفسك باش نعود كاملين ديمقراطيين مع الناس كاملة بفضلك. لا با سوسي، انا اسمي رشيد، ساكن مرحبا في وسهلا، ليميرو سيت ويت مرحبا ايفلين. وسهلا، مرحبا وسهلا، تفضل خير، بيك وعندي والله. قلت لك نعرف انا اصحابي هنا كابرين معايا، سي دي ماروكان. نين تلسبليك لا استوار، لا بغي استوار ديال المغرب، لا بغي بغي استوار. هما عندهم جوست ان ديسكورس، يقولوا مثل يعاودوها 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 كيف لوكوتوريو، تشوف كسكو جو دير. وياسر منهم هنا اصلا لا استوار دي سون باي ما يعرفها كاع، حشومه عليهم هما، لا عندهم ان شوز في الراس يعاودوا 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 كيف لوكوتوريو. لا بيروكي حق لو لا بيروكي. لا اكزاكتومون تو بيريكيتو، كيف الكورت انجليز، والله لا كيف الكورت انجليز. وعندهم هذو الناس اللي هنا، لحنا الصحراء عارفين منين جايين وعارفين منين جايسين، ونحن لا الحرب ذيك هي اللي استقل، امال ديك الكلام الخاوي هوك وهوك ما عندنا ما نعدلوا به، ما مزج حاجة. وخالقين مقاربة الله الله لا يعمرهم دار، ما عندنا ما بروبليما معاهم، مي خالقين وحدين رانك عارف بلا ما نقولوا خسروا الكلام. حاك لا 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 ما يسقع ما يخسر الكلام. لا اكزاكتومون، هو مشكور خويا رشيد، مشكور والله، الله جزاك يسلمك الله خير. محمد، مرحبا شكرا وسهلا والله، مرحبا وسهلا، شكرا. رمضان كريم. مرحبا مرحبا. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم أخي، تبارك الله عليك، السلام، مرحبا وسهلا. كيف الحال؟ كل شيء عرف مزيان؟ ما شاء الله بخير، عرفنا بنفسك من منين؟ أنا خالد من المغرب، مرحبا وسهلا. عندك صداع شوي. شوية شوية كان في الخدمة، ولكن كان تبع اللايفات ديالك. وعندي سؤال واحد، احنا لا ماشي انت اللي عندك سؤال، احنا اللي نطرحوا الأسئلة. هو ولكن ما أنا عندي واحد موقفك، السؤال، واش ممكن تجاوب؟ ما موقفك من مشكلة الصحراء الغربية؟ مشكل الصحراء الغربية ما كاينش مشكل، مشكل أنه المحكمة العدل الدولية كتقول أنه كان روابط بيعة ما بين شيوخ القبائل والمالك. شمن هذا سنة؟ شمن سنة قلت؟ شوف انت اش من سنة، غندخلوا شوف في أنت، التواريخ، شوف أنت غندخلوا في وكان التواريخ شوف. غادي. لا لا شوف أنت، أنت اللي قلت أن محكمة العدل ما الله هاي. انت شنو كاين بالك في هذا القرار هذا؟ هو سبحان كتكذبوا؟ الله هذه محكمة العدل حكمت لكم أنتم في 1975، ومازالت الأمم المتحدة تناقش الملف. اشرح لي كيفاش هذا. لكن المحكمة العدل الدولية مين كتقول أنه كان روابط بيعة ما بين شيوخ القبائل والمالك، ما هي ما علاش قالت، علاش علاش هي 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 ما قالت، علاش هي ما قالت يا غار يا غار. احنا قاع فرضا قالت محكمة العدل، محكمة لاهاي قالت بأنه الأرض أرضكم، وعلاها الأمم ايه. المتحدة، علاها الأمم المتحدة معينة مبعوث خاص لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية. الاستفتاء حيتاش كاين مشكل ان الجزائر كتمنع، ما كتمنع جزائر شنو؟ الساكنة، الجزائر جزائر كتمنع شنو؟ الساكنة الإحصاء، جزائر شنو؟ جزائر شنو؟ الجزائر الجزائر كتمنع الساكنة من الإحصاء. علاش ما الجزائر شنو؟ بغاتش؟ اسمع علاش ما اسمع بغاتش اسمع الجزائر؟ اسمع علاش ما اسمع بغاتش؟ اخ اسمع زيد اسمع اسمع. يا توما لذيذ، انت قلت لي محكمة العدل حكمت لها هاي، صافي حكمت لكم الارض ارضكم. ايه واش علاش الامم المتحده مازالت مصدعه راسها؟ وحنا كنهضروا على الاستفتاء دابا، هربت لي الاستفتاء. غير انا قلت عليها لك الاستفتاء، غير عليها الاستفتاء في نظرك، انا قلت عليها لك مش الاستفتاء، ها غير عليها الاستفتاء، عليها الاستفتاء. اذا كانت هذه محكمه العدل حكمت. والاستفتاء والاستفتاء ضروري، خص ضروري يكون احصاء الساكنه باش يكون استفتاء. هذا الشيء كاين ولا لا؟ يا خالد، يا واش خالد راه نعم شوف اخي، كنت ما هو راكب. ما يمكنش. إلى حقت محكمة لها أعطتكم الصحراء، لاش مصدعين راسكم بالاستفتاء؟ ولكن الاستفتاء كطلب به يا الجمهورية غالي، يا الوهمية. خالد، يا خالد، أنتوما الصحراء لكم وأنتوما موجودين فيها، دريك على حساب فهمي، فاهمك أنت. الصحراء على لكم حساب، وأنتوما على موجودين حساب فيها، واحد، على حساب ومحكمة، واحد الفهم أسمع ديال، على حساب أسمع أسمع أسمع، وأنتوما موجودين في يلا الصحراء ايه و48 عام وانتم موجودين في الصحراء الغربيه، ومازالت الامم المتحده لا تنظم الاستفتاء. ولكن الاستفتاء علاش، عرفتي علاش ما بقاش، ما وقعش الاستفتاء؟ علاش ما وقعش هذا الاستفتاء؟ ايه على ما بقى
وشوف انت علاش 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 الجزائر لا تسوق شيخ خالد 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 باش ننظروا ولكن راه ما النقاط. يمكنش يكون استفتاء خالد اخي. خالد اسمعني الله خالد يرحم خالد الوالدين، راه ما اسمعني انت، يمكنش يكون اسمعني استفتاء اسمعني اذا ما اسمعني كانش اسمعني احصاء. واسمعني لا اسمعني ونكون الشور واقعيين، عاود الشور نكون عليك واقعيين ولا الشور عليك الشور واخا. عليك يلا زيد الشور عليك. يلا يلا الاستفتاء انت كان له يتنظم الاستفتاء دابا باش يتنظم الاستفتاء، باش يتنظم هذا انت، الاستفتاء. واسمع انت لا كان له يتنظم الاستفتاء، انت كان له يتنظم مش من سنة الاستفتاء راه كان غادي تنظم في 75. 75. ايوه ولكن يعني اللي كتمنع الاحصاء من متأكد الساكنه هي الجزائر. متأكد التاريخ ما بتاكدش منه بالضبط، ماك متأكد منهم. ايه ولكن كمل. بلاتي باش نكونوا واقعيين، باش يكون استفتاء اي دوله، خلينا في الصحراء الوهميه ولا ما عرف شنو، اي بلاصه، باش يكون استفتاء، باش نعمل، باش نديروا استفتاء لهاد الناس هادو ياك، ونكونوا واقعيين. ماشي نكونوا اوكي والاستفتاء اوكي الاستفتاء خاص يكون احصاء، واش اوكي خاص اوكي يكون احصاء ولا لا؟ ماني عارف. شوف لا لحظة لحظة لحظة، ولكن كل هذا واقعي ما الاستفتاء، تهربش، هذا ولكن كل الاستفتاء. واقعي ما تهربش. واسمع وزن تهرب انت، انت رانك لا تعرف شعد، انت راك لا تعصب من واحد العصيده كاع ما عرفنا شو بعدلنا بها. يلا زيد واخا، يلا زيد يلا. هذا الاستفتاء، هذا الاستفتاء شكون كان اللي يصوت فيه؟ صوتوا فيه الصحراويين اللي والمغاربه هما اللي هما مغاربه، ماشي والمغاربه على ما يصوت حتى المغاربه من حقهم، اش ماشي من حقهم. يعني. الناس في كادير يصوتوا، والناس اللي في الرباط يصوتوا، والناس اللي في وجده لا يصوتوا حتى كنهضروا، هما. لا كنهضروا، كنهضروا على اللي الساكنه ديال الصحراء، خالد اقليم الصحراء. خالد خالد، على هذو الناس وحدهم لا يصوتوا على هاي المنطقه اللي تقول لي انت مغربيه. هذه المنطقة متنازع عليها ياك، حتى لهنا متفاهمين ياك. كاينين الناس راهم ساكنة ساهم في تندوف ياك، حتى لهنا متفاهمين، واش هنا متفاهمين انا وياك ياك. هاد الناس هادو غادي نديروا لهم حنايا الإحصاء الأول، غادي نديروا إحصاء قبل ما نديروا استفتاء، غادي نديروا إحصاء اللي متعارف عليه في الصحراء. شنو هو اللي متعارف عليه في الصحراء؟ أنه السيد المدني ولد محمد ولد هادي، متعارف عليه هاد الشيء هذا. علاش كيتهربوا من هذا الاحصاء؟ غار يا خالد يا خالد، نعم هي هذه نعم الارض، هي هذه الارض فيها اهلها، فيها الصحراويين، والامم المتحده لا تستفتيهم الا هم وحدهم. وانتم لا ماكم كنهضروا، وانتم اسمع، وانتم ماكم لا ماكم لا تستفتاو فيه. انتم ما بحضرتكم الامم المتحده، اسمع انت ما انتم الامم المتحده ما يعرفتكم، ما تعرفكم، ما هي تصوتوا فيها، ما عندكم علاقه بها. اذا كيفاش هذه الارض مغربيه؟ والارض المغربيه قلنا انه كانوا هاد الناس كانوا شيوخ قبائل، وكانت روابط بيعه، وكل شيء موثق. اوكي ايمتى كانت البيعه؟ هاد الشيء هذا راه كان روابط بيعه في شحال هاد، يعني ما عنديش التاريخ بالضبط، انا ما غاديش نبقى ندخل في التواريخ، يعني نمشي شكون لجوجل، اللي عاد كاين البيع؟ جوجل شكون وكاين اللي عاد جوجل البيع؟ وكاين تواريخ، واش وشكون فهمتني اللي ولا عاد لا؟ البيع؟ وشكون اللي عاد البيع لجوجل؟ احنا ما نتكلموا مع جوجل، احنا جوجل ولكن عارفين. اسمع احنا جوجل ما احنا جوجل ما ينعتلنا حد. يلا ولكن التواريخ هو كاين وكلشي جوجل، موثق. اسمع اسمع، هو جوجل، جوجل راهو لا بشر حط فيه المعلومات، لا سير لجوجل. اها انت تدافع عن وكلشي طرح معين. اسمع اسمع، اعطينا اسم، اخ يلا. اعطينا اسم الناس اللي بايعوا. انا ما عارفش، ما عارف، شوف ما عارف. ولكن اسمع ولكن بلاتي ماك ماشي عارف، جيت عندي، انا ماك ماشي جيت عارف، نضيع لك وقتك، انا مالك عارف. كنهضر، شوف 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 كنهضر بواحد شوف شوف الحاجه. احنا شوف شوف اسمع شوف، يلا تعرف شكون يلا اللي ضيع سير. وقته؟ راه اللي ضيع وقته الا انتم، ما احنا ما نضيع وقتنا، احنا ارضنا، احنا اللي ضيعنا عليها وقتنا، ما عندنا مشكل. احنا نباتوا هون قاعد نتكلموا عنها، ما عندنا مشكل، احنا ارضنا عطينا ماشي عليها، مشكل واخا، احنا عطينا عليها ماشي مشكل. 48 عام. قول لي اسبانيا انت دخلت الصحراء الغربيه؟ ولكن ادخلي في التواريخ، انا راه خصني من ندخل معك في التواريخ، هذيك راه لا نهايه اذا دخلنا في اوكي التواريخ. اوكي اوكي والمعارك اللي خدتوهم منين كانت اسبانيا في الصحراء الغربيه؟ المعارك دابا بقيت غير كتهرب لي، وانا من هضرت لك على الاحصاء الساكنه هربت لي واحد واش بلاصه تريد؟ بعيده. اش من تهرب لك؟ انا نقول لك اعطيني التواريخ تقول لي نتهرب لك، شنو تهرب لك الناس؟ شنو تهرب لك انا؟ ولكن انت ملي كنقول مالك لك عارف، علاش، انت ولكن علاش مالك عارف، وعلاش انت وعلاش كاين، مالك عارف، وعلاش مانعين من عارف. الاحصاء الساكنه؟ علاش كاين المنع ديال الاحصاء الساكنه؟ راه هذا هو جوهر ورانك تتكلم، رانك تتكلم من فراغ. لا انت لا قلت لا لي، لا لا انت لا قلت لي لا لا الاستفتاء في 75، ياك الاستفتاء في 75
ثلاثي. انت كنت في 75، كان الاستفتاء في 75. انا كنت ديك الساعه، انا باقي ما خلقت انا في 75. خالد، واش الاستفتاء كان في 75؟ كان له يعدل في 75. لا ماشي في 75. شوف، بالنسبه للتواريخ راك غادي تغلبني بالنسبه للتواريخ. علاش؟ علاه انا انا راه غلبك؟ شوف، علاه انا غلبك؟ ولكن علاه انا غلبك؟ يلا قول لي علاه انا غلبك؟ علاه انا غلبك؟ علاش انا يلا قول لي علاه. ما ضابطش التواريخ بيك انت بالضبط، مغربي، ولكن بيك انا انت كنهضر مغربي، معاك، بيك انت ولكن كنهضر. مغربي، اسمع، واشوف، بيك انت مغربي، مانك عارف والو على الصحراء الغربية، مانك لا ما عارفها. يمكنش. واشوف، اللي اعطيني كنعرف اسم عليه المعارك، انا كنعرف اعطيني عليه. اسم شوف، المعارك، خلينا المعارك، واعطيني، واش حنا واشو في اسمع اسمع المعركة اسمع اسمع البيزنطية؟ واسمع وانت اسمع كنهضر معاك، انت وكنهضر اسمع معاك على اسمع الاحصاء. اسمع واسمع اسمع وانت شكرا ما اسمع كتفرض داك صح. الشيء اللي باغي. اعطينا المعارك ما اللي راه خدتوا في هذا هو الصحراء الغربية. الجوهر، هذا هو الجوهر. لو كان الجزائر تخلي الناس دير الاحصاء غادي يكون الاستفتاء. ها هو كيضحك، ها هو كيضحك. كمل. شكون امال، شكون اللي شكون معرقه هما؟ لكم انتم الاستفتاء؟ شكون اللي معرقه لكم؟ الجزائر منعت واش الناس شكون من معاه؟ الاحصاء. انت راه وانا كتبالغ انا في الاستفتاء، لو كان ديروا وانا الاحصاء قلت غادي بالغ، نلقاو السكينه ورا الناس تضحك، فيها ورا 10 الناس، صحراويين، ورا وفيها 10 الناس، ناس صحراويين، ورا وفيها الناس، الباقي موريتانيين ومن تشاد ومن اش مالي. شنو شنو فهمتيني ولا لا؟ مالهم؟ شكون من منين؟ من منين؟ من موريتانيا وتشاد ومالي وما هو لحظة، الباقية. لا موريتانيا لكم، هذوك اللي من موريتانيا محسوبين عليكم، تاك موريتانيا لكم. أو انت مشيت. هذا اللي تكلم، الجزائر، الجزائر راهم يحلموا بها، يحلموا بها، كيف يحلموا بالصحراء يحلموا بالجزائر. اهلا وسهلا اخ صلاح. السلام عليكم، السلام الاخ صلاح، مرحبا وسهلا. تفضل مرحبا، وشاكم اخ صلاح. لاباس؟ صح فطوركم؟ لاباس الحمد لله، صح فطورك، مرحبا وسهلا. تفضل الحمد لله تفضل اخ. ربي. والله يا الاخ محمد، العياشة هذو ما تستفاد منهم حتى شيء. هو شي اللي عطى الله. تسمعني نسمعك. والله لي الشرف اني نحكي، لي نشرف الشرف اني كاملين نحكي والله، معك. كاملين والله، كاملين خويا. العياشة هذو، شوف، المحزن ما قراهمش التاريخ تاعهم، ولو كان جاو يحلوا ريصانهم غير شوية معاك، كل يوم تقول لهم إسبانيا واش من عام دخلت، واش من عام خرجت، واش حال المدة قعدت في لاهور، ولكن للأسف الشديد ولا واحد يسمع لك ولا يفهم. ما كامل عقلية واحدة، كامل كيف كيف، ما عندهمش تاريخ، ما عندهمش تاريخ. ما عارفين شي عن الموضوع، ما هم عارفين. هما كيما واه هما كيما قال لك البارح واحد الاخ جزائري، قال لك مروكي كي البيروكي، يعاود برك الهضره، يعاود يقول لك الصحراء الشرقيه، يقول لك الصحراء الغربيه لينا، يقول لك سبته ومليله لينا، ولكن باش يسترجعوا الاراضي تاعهم ما كاش هكا كلام فارغ يعاودوا فيه وخلاص. لا يسترجعوه، ما يسترجعوه بالسلم، هما دائما يسترجعوا بالسلم. استرجعوهم بالسلم والمصحف تاع القران. وكوميرا يعني باقت يدوا معاهم الباقت دائما. يا اخي هما مساكن تافي. شوف هما شوف، يتم راقد تحت المانطا لين يسمع الصحراء الغربيه ويلوح المانطا ويجي يطلب قست. ويفتح أخ لك محمد، ما نطولش عليك، بارك الله فيك. مرحبا وسهلا، مرحبا وسهلا اخويا صلاح، مرحبا وسهلا والله. مشكور. ربي يعاونكم صحاب. وربي يقدركم ان شاء الله، والله ينصرك على العيشة. امين ان شاء الله، امين، وصحة رمضانك شو اخوي. مرحبا مع وسهلا، مع السلامة، مع السلامة، السلامة. مع السلامة والله، مرحبا وسهلا، مرحبا. هبطني، مع السلامة. اي هنا، اي هنا نحطك ان شاء الله، مرحبا. نونا مرحبا وسهلا. نونا السلام عليكم الأخ الرادي. وعليكم السلام، مرحبا وسهلا مهدي، عرفنا بنفسك ومن وين فضلك.
اخ رادي، بغيت نقول لك واحد الشغله. عرفنا اخ بنفسك، رادي انا من عرفنا سماره، عرفنا الاهل بنفسك. ديالي انا من سماره، الشجره ديالنا من سماره، وعندي الام مرحبا ديالي من شمال المغرب، وانا تولد في شمال مرحبا المغرب. مرحبا وسهلا. الاب انا سميتي مرحبا المهدي، انا سميتي المهدي ايت بشاره، من قبيله مرحبا وسهلا. ايت بشاره، اهل اب ايت بشاره من سماره. أي تبشارة من السمارة. فاللي بغيت نقول لك اخي، اسمع اسمع، بغيت نتأكد معاك من واش حنا أي غير تبشارة. خلص؟ أي تبشارة من منين؟ من سماره، أي تبشارة من السمارة. من سماره، من الرقيبات. انا عريبي، عريبي عريبي، مرحبا اصلي وسهلا. عريبي. تفضل. فدابا الملك سيدنا ان شاء الله عطانا واحد البقعات ارضيه وزعهم علينا في القرقارات، وبغينا نعمروهم. واش بغيت نسولك، الى عمرنا تما وبغيت ندير شي مسبح سميتو مسبح الرادي الليلي، واش يمكن تخليني ما تدعيني ما شوف والو المهدي، واش شوف وحشك تما؟ المهدي، المهدي المهدي، شوف، عودوا على اقول الأقل عندكم جرام واحد من الجدية. هذا راه قضية مصير شعب. انتم بالنسبة لكم مضيعة وقت، ياك انتم الشهداء عندكم مضيعة وقت، انتم لا المناضلين اللي حاشا دخلوا الحبس، الشهداء، انتم الناس، لا اسمع لي، حاشا. الناس اللي دخلوا الحبس، الناس اللي دخلوا الحبس على قضية معينة بالنسبة لكم انتم مضيعة وقت. اللعب، لا اللعب، حاشا، انتم هون متفق معك. شوف، نقول لكم بأنكم عايشين في الزرايب، منين نقولوا بأن المغرب زريبة، فعلا ما لا نكذبوا، ما نكذبوا، لأنكم زرايب، تعيشوا في الزرايب. الناس راهي تتكلم عن قضية، عن تتكلم فيها الأمم المتحدة، وتتكلم فيها الاتحاد الأوروبي، وتتكلم فيها المحاكم الدولية، انتم تجون هون قالنا سيدنا ومات سيدنا مساكين مساكين. تبينوا فعلا عن ما عندكم قضية تدافعوا عنها. مرحبا وسهلا محمد ياسين، كيف الحال؟ كويس ما ان شاء الله بخير الحمد لله، وانت كويس؟ والله الحمد لله. مرحبا وسهلا، وعرفنا بنفسك من منين؟ من المغرب. اسمك من فضلك. اسمي ياسين. مرحبا وسهلا، وتفضل، حنا نناقشوا مشكلة الصحراء الغربية، تفضل. انت جزائري صح؟ جوكر ارسل لي ان شاء الله. جمال انا ارسلت لك. رشيد راني صيفط لك. السلام عليكم. جوكر راني ارسلت لك. السلام كل عليكم يوم شهر. عزيز، وعليكم السلام، مرحبا وسهلا. كي داير اخي محمد؟ لاباس الحمد لله، ما شاء الله انت لاباس. كيف حال العائله؟ كل شيء مزيان الحمد لله، الله يسلمك، مرحبا وسهلا. رمضان لاباس كريم الحمد يا لله، اخي. وانت كذلك ان شاء الله. عرفنا بنفسك من منين؟ الاسم ديالي محمد، عايش في هولندا. مرحبا وسهلا، تفضل. كيف حالكم؟ الحمد الموضوع لله يا بخير. اخي العزيز هو انت الصحراء كمان حاق الغربية. حاق هو الموضوع، هو الصحراء الغربية. واش نقول لك، هذا الموضوع مازال ما سكرتوش الامم المتحدة؟ مازالت ما سكرته. لا راه صوتو، راه واقيلا صوتو اكثر من 150 دولة، وصوته لصالح السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا وسهلا. زيو صحة فطورك خويا صحة محمد، فطورك، كيف حالك؟ لاباس عليك؟ تعرفني نورمالمون هذه المرة الثالثة نطلع معك عادة. اي انت عرفت، لا زائر لا عرفت، لا والله لا يا عرفتك. محمد خويا، راح نعطيك دليل يعني انك هذا الناس اللي قاعد تناقش معاهم ماهمش تاع نقاش. كيفاش طلع لي واحد تسمع بودنك بلي نعطيك الدليل التام بلي راه ماهمش تاع نقاش؟ نسولو سؤال واحد فريد تتأكد منه بلي راه الناس ما يتناقشوش. طلع لي واحد منهم برك، إذا سمحت سامحني. لا لا انت لا راعيهم غير، شوف، قال لا لي واحد باش نسوي له سؤال برك قدامك يعني. اش لا تتخير فيهم كاع، ما عندك ما تتخير فيهم، هما ما كاملين سيان. باش نعرف واحد منهم. السلام ورحمة الله.
السلام عليكم الأخت خالد. السلام عليكم، وعليكم السلام، مرحبا وسهلا. رمضان شحالك كريم. خويا؟ لاباس بخير؟ ما شاء الله بخير الحمد لله، ما شاء الله. مطري باس. واخويا انت؟ والله لا بخير الحمد لله. محمد لو سمحت لي برك راح اخليك وغير خليت اسالها سؤال برك. لا 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 سؤال تقول ولا لما يعني انت، سؤال؟ لا لا هذه داخله لنا بانت، ما انت انت احنا ما لنا انت، احنا نناقشوا مشكله يعني تسمى عام. فيها كل التربيه هذيك حاجه كده، انا ما لا نعرفش. يتبقى، لا لا ما نقص، لا لا شخصا هنا احنا ما نضيعوا لا الوقت في احنا الشخص. بالادب لايف محترم، الناس المذهبين يطلعوا بالادب وبالرجوله. انا باغي نسال سؤال واحد منهم برك برجوله ويجاوبني قد قد برك. واحد مسمي انا راسه تتاكد يا صحراوي محمد خويا باللي راه ماهوش تاع نقاش. يا اخي، هما هذا مساله مفروغ منها. هو الصحراوي مغربي من اينك؟ وينك؟ هاي ذوك يطلع تراشكش وحده لا تعطل. يطلعوا يهبطوا، خافوا من السؤال ولا والله والله السينيال، سؤال والله بسيط يعني، والله سؤال والله بسيط السينيال، خلاص السينيال السينيال. نشوفوا ابو عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا مرحبا وسهلا وسهلا محمد، مرحبا وسهلا. تسحالك كيف بخير؟ الحال؟ لاباس؟ ياك لباس وضعك بخير شحال؟ ما شاء الله تغب الله بخير. منا ومنكم الصيام وقيام امين ان صلاة شاء الله، الأعمال إن شاء الله. امين ان الحمد شاء لله، الله، واش امين كيفكم ان يا شاء الله. لباس؟ ما شاء يا الله أخي بخير خير، الحمد لله. ما طري شو بس الحمد لله، ناسين؟ ما شاء جزاك الله الله بخير خير، الحمد لله ما شاء الله جزاك الله الحمد لله. خير وأحسن الله إليك. هاي امين احنا المبادرات وانتم ان اللي شاء الله. تعدل هو ذاك وعدت واجب لك على ذاك واجب، هذا الشلوح إن شاء الله، ذاك أو واجب ذاك المغاربة بعض. ذاك واجب ذاك واجب والله جزاكم ذاك الله واجب خير وأحسن الله إليك. ذاك وكيف واجب والله الحال يا ذاك. لباس؟ ما شاء الله بخير الحمد لله، ما طري بس الحمد لله لا ما شاء الله. تابعوك دائما الحمد لله، تابعوك من منين معانا انت؟ وثوثك ما يطلع ماشي. انت من المخيمات حق حق والله المناطق. ايه وخيرت والله، المخيمات مخيمات مخيمات وخيرت والله، وخيرت والله. الله يراقب معك مرة فايتة، الله يا رب. منين جيت المخيم؟ من متابعينك عبر بعض التواصل حاك حاك. الاجتماعي، نوبة الفيسبوك، نوبة التيك توك. ايوه الحمد الله. لله وش طالع بخير، لباس؟ ما شاء الله بخير الحمد لله، ما طري بس الحمد لله بخير بخير، كل شيء بخير الحمد لله، مرحبا الناس وسهلا. كانت تطلع معاك، ما هو المغاربة هو ما هذا عندهم هو حجة، ما عندهم حجة، ما عندهم حجة ولا عندهم برهان، لا وتوف لا لا الكلام شوف عاد فهم، الكلام ما هو له ينتهي قاع. أو يدور الله ينتهي إن شاء الله، يدور ينتهي إن شاء الله إن شاء الله. لا يعترك عليهم، جزاك الله آمين إن خير، شاء الله. أحسن الله إليك، العفو والله، اسمح لنا العفو والله، التوريد. وخيرت والله، مرحبا وسهلا أهلا والله، مرحبا مرحبا وسهلا مرحبا وسهلا. أهلا. السلام عليكم بن عدي. السلام عليكم بن عدي. السلام عليكم. ما حبش يتكلم، اللي ما يتكلمش محمد راهو سينيالي السينيال يا حاج. حاولوا تكبسوا من فضلكم. هنطلعوا واحد المخزني، نطلع لنا واحد مخزني، حبيت نسأله سؤال يعني، والله سؤال بسيط يعني. راه على واحد المخزني هون، راه عليك واحد المخزني هون. ها هي وينو؟ دور ننتظره يقبل. طلعني طلعني معلق، ما طلعش هنا، وما اعطى وما اعطاهم تعليمات، قال لهم ما تيتوا تطلعوا. ذاك الصداع. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس عليكم؟ بخير لاباس الحمد لله، ما شاء الله بخير الحمد لله، منورين جميعا. رمضان كان علينا وعليك خويا. الله يسلمك، عرفنا بنفسك محمد، معك عرفنا من سامي من المغرب. مرحبا وسهلا، تفضل. مدينة طنجة. أخي سامي لو تكرمت عندي سؤال بسيط جاوبني عليه برك. مرحبا، ماشي مشكل نجاوب. يا أخي لو خيرت بين العقل والمال ماذا تختار يا أخي؟ كيف ناخذهم بجوج، العقل والمال؟ لا خير واحدة، قال لك لو خيرت، يعني ما قالكش خيرهم بجوج، قال لك لو خيرت بين حاجة من الاثنين هذو وتختار العقل ولا المال؟ العقل. قلت يا محمد خويا ناس خاصة العقل، كيفاش انت باش تحاور معاهم؟ قال لك انا خير العقل وان جا خاصو. انا سمعوا انا سمعوا انا سمعوا، رانك عندك عندك صداع في القهوة. انت انا محمد اسمح لي، بغيت انا نعطي واحد الفكرة. لا اخ سامي، لا اخ سامي، لا اخ سامي،
لا اذا كان ممكن تبدل اسمهم غادر القهوه ولا شيء. بغيت غير نعطيكم فكره ومداخله، ماشي لا نسب ولا نعاير ولا حتى شي حاجه خويا، خليني نتكلم انت من الصباح خليني نهضر. كل واحد يختار واش يخصو، يخصك العقل اكثر تعقل. لو كان خصك المال اكثر تعقل. انت قلتي لو خيروك، يعني لو خيروك واش العقل ولا المال؟ انا قلت لك ناخذهم. كل عندك العقل ما تختارش العقل. عندي خليني نسمع، خليني نسمع ما تقاطعنيش. تفضل خليني نهضر. انا ما طلعتش نهضر معك، طلعت نهضر مع محمد رضا. تفضل تتكلم مع الناس كامله. لا ايوا انا كنت كنتفرج فيك في الاولى، كنت كتأيد المغرب. أيد المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واحد السؤال إذا كان ممكن. السلام عليكم، عرفنا بنفسك ومن منين؟ كما قال الأخ، فاش كنتي في الأولى كنتي كتمجد في المغرب. بالله عليكم شنو يستافدوا الناس كنت في الأولى؟ واش كل ما عارف اللي كنت في الأولى؟ السلام عليكم. راني. وعليكم السلام، تفضل. أنا غنقول غير عرفنا بنفسك. عرفنا لك بزاف. انا تعرفت من فرنسا. انا غير ولا تبقى مالي كلمتين، احنا ما عندنا كلمتين ولاهن. كبسوا من فضلكم، كبسوا. الاخ الجزائري يرسل لي، راني راه يمكن. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا وسهلا. عرفنا بنفسكم منين؟ اكيد يا اخويا بخير. انا لاباس الحمد لله ما شاء الله. من المغرب. مرحبا وسهلا، تفضل يوسف. كي داير؟ بخير انا اليوم، كلشي مزيان لاباس الحمد لله ما شاء الله. الله يحفظك بخير اخويا. الله يسلمك، مع الصحه ما شاء الله. الحمد لله، الله ينورك. عواشر مبروكه علينا. غير طلع باش نسلم عليك وصافي، هذا مكان. اوا حنا بغينا وجهه نظرك، حنا بغينا وجهه نظرك. مشكله الصحراء الغربيه واش كل واحد دابا فين كاين كيقول؟ حنا كنقولوا مغربيه. اللي كاين غير انت اش تقول؟ انت اش تقول؟ حنا انت اش تقول؟ مغربيه باش مغربي الا سمعت. اي نقول مغربي انا غير باش مغربيه راه كاين حنا كاين غير باش لا كاين فيه خارجين فيه، حنا كناكلوا فيه، كنخدموا فيه، كنعملوا فيه يعني ديالنا. الصراحه الرايه ديال اللي كاينه فيه هي مغربيه اللي عرفنا دابا حنا بالرايه بالتواجدكم انتم. الرايه المغربي اييه. لا غير من تعود. لا التواجد من... ديالنا هي الرايه. ايه التواجد من التواجد، من يعود عندكم التواجد تعود عندكم الرايه، صافي لكم. يعني سبتو مليليا فيها من الرايه هذاك ديال اسبانيا لاسبانيا. اهو دابا محسوبه على اسبانيا واخا المغرب. اها لا غير هي اسبانيا، هي اسبانيا ولا المغرب؟ حروا حتى هي. لا غير سبته مغربيه ولا محسوب. شوف دابا شوف محسوبه على اسبانيا الرايه الاسبانيه اللي كاين فيه، ولكن حتى نحروها غتكون ديالنا. لا يتحروا او حتى احنا فيها الرايه فيها الرايه المغربيه وفيها انتم حتى نحروها. غير هي راهي الصحراء، راهي الصحراء غربيه. كيف ما سبته في مغربيه كيف تقولوا، حتى وكان فيها اسبانيا راهي مغربي. حتى الصحراء الغربيه واخا انتم فيها اليوم وفيها 48 عام، حتى النهار لا يتمشوا من عندها ويرجع ترجع لاهلها. اعطينا التاريخ اللي تعرف على الصحراء الغربية. شوف الرأي اللي كان عارف هي مغربية. لما عندي يوسف التاريخ. نعم. انا ما يمكن لي ندافع عن واحد الارض نقول مغربية والساعة اللي سولوني الناس. شوف تاريخي خرجنا النصارى، خرجنا فيه كل شيء. خرجتم النصارى. شكون النصارى اللي خرجتم؟ شكون النصارى اللي ايوا كل شيء راه شكون قول لي شكون كلشي. المهم فرنسا كانت في الصحراء الغربيه. باش انا نقول لك شي حاجه ديال التاريخ، هذاك الشيء ماني عارفه. باش نقول لك انا شي حاجه ديال التاريخ، ولا انه وعلاه ما تعرف، وعلاه ما تعرف لقيت فيها وغير عليه. شوف يا غير اسمح لي يوسف علاه ما تعود عارف عليه؟ وانت ارضك ما تعرف، انت عارضك ما تعرف تاريخ. لا عارف عارف شي حويجات، ولكن باش نقول لك انا الصحراء شوف حررناها. تعرف المسيرة الخضراء؟ مسيرة تعرف مسيرة خرجنا في. اشرح لي المسيرة، اشرح لي المسيرة، اشرح لي اشرح لي المسيرة، اشرح لي المسيرة. اشرحها لي اعتبرني انا ما سمعت بهاي قضية المسيرة من قبل.
بحال الناس راهم يتابعوكم. انت راك كاين في المغرب، يوسف 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 خليك، شوف خليك من انا اش قلت لك، انا اش قلت حاجه، اسمع يوسف واسمع، اسمع 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 اسمع، انا قلت لك اعتبرني ما نعرف، انا كان ما نعرف والناس ما يعرف، قول لنا انت، اشرح لنا هذه المسيره هذه، قول لنا نعت لنا، قول تحكي لنا كيفاش جاتكم هذه الفكره، وكيفاش مشيتوا، كيفاش حررتوا الارض. المهم شوف واحد الحاجه، المهم فيها ليك حنا راه ما فيهم، المهم شنو هي المهم الحمراء اللي كاين فيه، واه يوسف اللي بغى، شوف يوسف يوسف واه يوسف واه يوسف واه يوسف واه يوسف واه يوسف، ما عمرك كنت قاعد تفكر بديك فكره المنطقه البلطجيه، الله اللي قرب لهنا. شوف قلنا لك اشرح لنا التاريخ، قلنا هذه المسيره الخضراء اشرحها لنا، اشرحها لنا، بغينا نفهموا كيفاش مشيتوا، منين لحقتوا، منين طردتوا لاسبان، باش طردتوا لاسبان، يلا تفضل. طرناهم بالسلاح بكل شيء باش غادي نطردوا، سلاح مره نحط الجزائريين طرناهم سلاح سلاح. انت ايه انت ايه شني ايه مسيره بكل شيء جرينا عليهم بكل شيء، شكون شكون اللي خرج؟ شوف الجزائر شوف الجزائر براسها كاع، الجزائر براسها كاع، شكون اللي خرج؟ مال الجزائر سميتو الفرنسي، مال الجزائر براس، لا لا نتوما نتوما اللي خرج ديالنا. ايه العسكر اللي شوف حنا اللي دخلنا الجزائر، شوف الجزائر المساعده ساعدنا الجزائر ودخلت لينا حنا. منين دخلتوا نتوما الجزائر؟ شنو بلاصه دخلتوا الجزائر باش تحرروا حتى الجزائر؟ هي اللي قالت لينا دخلوا يا صاحبي، راه هذا الشيء انا اللي عرفته، هي اللي قالت لكم شي حاجه، هي اللي قالت لكم دخلوا. غير منين دخلتوا؟ من وين بلاصه؟ عاوننا اللي من بلاصه دخلتوا باش نخرجوهم، مش من بلاصه دخلتوا، كم دخلتوا، كم دخلتوا انتم من الجنود باش تحرروا الجزائر؟ شوف انت راك عارف كل شيء، شوف شنو ما عندي ما نقول، خليك مني انا، انا شوف انا انا شوف ما انا ماني يوسف، انا ماني يوسف، انا ماني انت، اسمع اعطينا انت منين دخلتوا، منين دخلتوا الجزائر باش تحرروا الجزائر، وكم دخلتوا من الجنود؟ لا واش مثلا شوف ماشي الجزائر، حنا شوف خوتنا احنا ماشي نحرروا الجزائر ولا شي حاجه، حنا ما شوف ماشي عدو مع الجزائر ولا شي حاجه، واحد الحاجه ياك فطرت، ياك فطرت، ياك فطرت، ياك فطرتوا، ياك فطرتوا، فطرنا الحمد لله، فطرتوا اول الحمد لله قريب السحور قاعد دابا، ماشي الفطور، ما مانك عارف، مانك عارف، مانك عارف، مانك عارف، مانك عارف. السلام عليكم سي محمد رادي، مبروك واش راكم كاملين، وشكرا على الدعوه. مرحبا سي، انا عبد الواحد ريفي امازيغي قحور. مرحبا، غير بغيت نسولك اود الاخ محمد رادي، من فضلك، انت كتقول بلي ان التاريخ ديال المغرب محرف صح؟ اول شيء بعد، اول شيء عبد الواحد، انا احنا هو انا اللي نطرح الاسئله، لا هذا الشيء اللي انت كتقولوا، انا راه كنقول لك بلي انت كطرح. اسمع عبد الواحد، اسمع اسمع، انا اللي نطرح الاسئله هون، عندك شيء على الصحراء الغربيه تفضل قولنا وجهه نظرك، يلا تفضل. انا بغيت نعرف شنو هو المصدر اللي كيجيبوا منه المال باش كيتقضوا السلاح، الجماعه ديال البوليزاريو، شكون هما، وكيفاش كتحرر التاريخ ديال المغرب وانتم ما عندكم حتى شي مطبعه، عبد الواحد الكتب ديالكم هي محرفه. عبد الواحد، عبد الواحد ما تعرفش عدات، انت بديت لنا من، بديت لنا من معلومات استخباراتيه، انا نعطوك هنا وانا نعطيك معلومات استخباراتيه. انا غير قولي ما عنديش اطلاع على السياسه، انا كنسول. اسمع اسمع اسمع، احنا انت تقول الصحراء مغربيه، اها باش باش مغربي، لا شوف شوف انا سولتك قلت لك يعني انا غير فضولي على السياسه، يعني ما عارفش التاريخ، بغيت نستفيد. عبد الواحد، عبد الواحد، انا اللي نسولك هون، ما هو موقفك من الصحراء؟ لا يعني واش من ضروري انك تسول غير انت حنا؟ واش تسمع؟ اها اها، بيان لي الفاتحه اللايف، انا ماني معدل ندوه صحفيه، انا ماني وزير. شوف شوف، اسمع 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 واسمع، هذا العدل، العدل انتم تعرفوه كاع، انتم العدل تعرفوه، انتم تعطوا الدروس في العدل، انا شوف تعرفوا العدل، انا قلت لك مغربي، شوف انا قلت لك مغربي حر، شوف لا أنا شوف لا منتمي سياسي، وشوف عود حر والله، ما تعود حر ولا تعود نص حر والله ربع حر، انا ناقش معاك مشكله، قالها مشكله الصحراء الغربيه، عندك فيها ما يثبت رؤيتك؟ قدموا لنا، يلا قدم. وهذا شوف انت، انا راني كنناقش معاك في نفس الموضوع، يعني راني داخل الاطار، ماريش خارج من السياق ديال الموضوع، انا قلت لك هذا البوليزاريو منين كتجني المال ديالها باش كتشري الأسلحة، حيت عارف ما عندكم،
لا انا ناقش، قلنا لك ناقش معانا تقول انت بوليزاريو تجيب الاسلحه. احنا قلنا لك اعطينا الصحراء الغربيه وجهه نظرك فيها. ساره مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا بك، صح فطورك؟ شحالك؟ صح فطورك؟ الحمد لله ما شاء الله. شحالك؟ بخير انا بخير الحمد لله ما الحمد شاء الله. لله ما شاء الله مطري باس. قد لو سمحت لي نجاوب تفضل. واخذ المسائل ما يعرفوها هم عن ياسر من الاسلحه اللي عن جبهه البوليساريو واللي كانت قبضت بهم اكثر من 4500 اسير يا غالي يا الاخت ساره، شوفي يا الاخت ساره، هما شوفي هما راهم يطرحوا اسئله استخباراتيه. سمعتي؟ ما احنا شوفي الحرب، احنا ما انا قاعد شارحين لهم الحرب، احنا نتكلموا معاهم عن التاريخ، يعطونا التاريخ، يعطونا التاريخ هاي الصحراء. اما سلاحنا تبارك الله ذاك حققنا به، رانا حققنا به. ما تعطيهم قاعد ياسر منهم غنائم، غنائم اللي كانوا قبضوا قاع من الجيش المغربي كان بلعهم الجيش الصحراوي، هي اللي كان اكثر شيء كان حارب بها الجيش الصحراوي، كانت غنائم مقبوضه من عندهم، لانها نتكلموا عن 4500 اسير اللي قبضوا جبهه البوليساريو، وهما كانت عندهم على 65 اسير من جبهه البوليساريو. هذاك اللي نقول واحده بعد، تفضل تفضل. هيك لك هذا هو بعد واحده من الامور كنت باغي يعرفها، لان كثير من المغاربه ما هم عارفين عنها. في انذاك جبهه البوليساريو والجيش الشعب الصحراوي كان ياسر من ياسر من الاسلحه قابضها من عند الجيش المغربي ويحاربوا بها. ذاك ثابت، ذاك ثابت، ذاك ثابت والله، ذاك ثابت. السلام عليكم كلية. السلام عليكم. السلام عليكم، مش كيفك يا محمد؟ مرحبا وسهلا، بخير لاباس. تعرف نطلع معاك ديما صفتك القيس، ولكن واقيلا ما تتقرا الكومنتير وانا معاك. ايوا معك كثرت لي كومنتير. ايك هانيش كيفك؟ ما شاء الله بخير. كدر مع ربي عليك ان شاء الله. ما شاء الله بخير الحمد لله. ياك بخير، كيف الوالده والاهل؟ الحمد لله كل شيء بخير. ياك بخير، ياك هانيه الامور. ما شاء الله ما طري بس الحمد لله. ما عرفتك ما يسلمك. لا من قليمين، من قليمين يا اخي. مرحبا وسهلا. وهاد الناس اللي يقولوا لك ما كاين الحرب، راه يوميا تطلع الطياره من هون، يوميا هاد الايامات ديما الطياره تطلع من هون. يوميا طلعت، يوميا طلعت تمشي في الليل محباس في الليل، في الليل البارح، في الليل اليوم ما بانتش في الليل. يوميا طلعت الطياره بالليل وبالنهار، والباقي يامس والاول يامس طلعت مع الصباح بكري شي جوج طيارات حربيات. والناس اللي تقولوا لك ما كاين الحرب، هاي تفلوا عليك. والمستشفى يجوه الجرحى ويجوه اخي. لا لا نسمع الطيران ديال، لا الطيران ديال الحرب، الطيران ديال الحرب هما اللي طلعوا. ياك هاني طالو موريك بالصحراء شوف الصحراء الغربيه راه كاينه في اللجنه الرابعه لتصفيات الاستعمار، والانسان خصو يبحث. وهذوك هو على خصو يبحث، هما جاهلين، هما جاهلين بالموضوع، جاهلين بالموضوع. ودابا الانسان تتناقش مع داك الموضوع. اسمح لينا نقاطعك. شوف هو اول من عين المبعوث الرسمي في قضيه الصحراء الغربيه في 21 كان، وهذه قاع اصلا يعدلوها قرار قدمت له جبهه البوليساريو بالمستجدات اللي خلقت عندها، وقرار قدمته المغرب. والقرار اللي قدم المغرب في الوثيقه اللي قدم المغرب فيم قالوا عنده عن فعلا عن فيه تطورات في الاقليم ومن ضمنها الحرب اللي كان تكلم عنها، وهذا موجود في القرار اللي قدمت المملكة المغربية للمبعوث الرسمي في قضية الصحراء الغربية. هذا أي حد بإمكانه أنه يطالع عليه. كثير من المغاربة هذا ما هم عارفين، ولكن هناك قرر المغرب عنها فعلا خالق حرب. والله والله هو الإنسان العظيم. الله شوف الله سبحانه وتعالى أعطاك عقلك، سير فكر وبحث المعلومة في بحث شحال ديال الحوايج، او هما مغيبين ما يقدوا التفكير، ما يقدوا يفكر. الانسان دابا الانسان فرصه تناقش مع الفكره، ما تيقول لك التاريخ، التاريخ السنغال المور الجزائر وهذه وهذه، والانسان ما خصو يعطيه الله عقله، ما يكونش بحال سياسه القاطع والاعلام الصرف الصحي هو اللي تيدلس عليهم. دايو جزاك الله خير. هذاك الشيء مشكور والله، مشكور خويا، مشكور لكم ان شاء الله، وتحيه ليك ومبارك وشيرك يا اخي، رمضان مبارك ان شاء الله وانت كذلك. مرحبا وسهلا، مرحبا وسهلا. تفضل يا اخت ساره. خلاص انا اللي كنت هذا وقت وحده، هاي وحده من الامور اللي هم دائما يستنكروا عن الحرب ما يخالقه. قال بعد في هذه الوثيقه اللي قدموا للمبعوث الرسمي، لانه في اعتراف حق، فيها اعتراف انه فعلا انه فيه حرب قائمه بين جبهه البوليساريو وبينهم. هذا اي انسان بامكانه انه يطالع، لانها موجوده في قرارات اللي قدموا له، يعني يجبرها. شكرا لك، كان زين عندي. ايوا مشكور الله، ايوا جزاك الله خير، هوني بك والله. مرحبا وسهلا، مرحبا هوني بكم. امين ان شاء الله. مرحبا، مرحبا وسهلا، مرحبا.
رضوان مرحبا. وفينا ولد القسم هذاك الزامل؟ عم ساكن. ضعيف الحجة هذه، هذاك هو كلام. وما انت قالوا عندك شيء تقولوا راك تطلع تتكلم. مساكي شكري، راني رسلت لك. ليلى انا رسلت لك. كريم ما شفتك في القست. انا رسلت لك كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا وسهلا. واش راك؟ لاباس الحمد لله، ما شاء الله ما شاء الله بخير الحمد لله. انا كريم من وهران. مرحبا وسهلا اخ كريم، وني بيك. رمضان كريم، وني بيك والله. مرحبا وسهلا. عندي واحد السؤال، راني باغي نطرحه للأشقاء من المراكشية. افتراضا، ايوه افتراضا، نقولوا باللي الصحراء قطعة من أقاليم المراكشية، والصحراويين بطبيعة الحال إذا كانت قطعة تابعة لمراكش، فالشعب اللي عايش في الصحراء راه كمان رعايا مراكشية. فكيفاش هذاك الملك عنده الجرأة أن يقتل شعبه ويهجر شعبه؟ فهمتني؟ والنقطة الزوجة، والنقطة راه معانا، الزوجة، راه معانا واحد المخزن، راه معانا واحد المخزن. ايوه لو معليش. تطلع لي السؤال السلام خلينا عليكم. نرحبوا به. اهلا وسهلا مخزني، لاباس؟ خلينا لاباس خويا، نسكو بكم معاه. معانا لاباس عليك بخير؟ او مازلت مخزني الحمد ولا لله خويا. والله بدلت وجهة نظرك؟ والله المخزني، مازلت المخزني ان مخزني شاء الله، دائما مخزني. مازال اوكي مازال. اوكي اسمع، وجه له السؤال كريم. ايوه السؤال الاول اللي هو لا يمكن سمعتني. نعم. كيفاش هذا الصحراء ولا الاقليم الصحراوي اللي هي الصحراء الغربيه بمنظوري انا اللي نشوف بها كجزائري ونعرفها باللي قضيه عادله، كيفاش الاقاليم اذا كانت تكون كما نقولوا تابعه للاقليم المراكشي إن شاء الله. والاقليم الدوله المراكشيه، وهذوك وبطبيعه الحال اللي كانوا ساكنين فيها من قبل في وقت اسبانيا، راهم نقولوا احنا راهم رعايا مراكشيه، كيفاش يقبل ولا يتجرأ هذاك الملك ان يقتل ويذبح ويهجر شعبه؟ كم ألف قتلوا يا أخي؟ عندك معلومات دقيقة؟ ما عنديش معلومات دقيقة أوكي. كإحصائيات، بصح كاين فيديوهات، كاين ميت نعم بالذلك، كاين ميت بالذلك، وكاين أخي شوف شوف الحروب، أخي العزيز، أخي أخي العزيز شوف، الحروب غادي نعطيك هذا العزيز. أسلحة أيوه تموت الناس من كل طرفين، واللي مات في ذاك الوقت راه مخوتنا، ما نبغيو حتى واحد يموت. ونزيد أوكي الأخي واحد حاجة، من النظام في الجزائر قتل 250 ألف في العشرية السوداء، هذوك راهم خوتنا. في أي انا بقعة في معاك، الأرض انا ما نبغيوش على الناس يموتوا. اوكي بصح انا معاك، بصح هل تعرف باللي نعم الملك اللي من المملكة المراكشية عنده يد في العشرية السوداء؟ لا هذه معلومة غالطة يا أخي، العسكر لا اللي كان مش يقتل غلطة، في لا الجزائر. مش غلطة، لأن الملك تاعكم كاين، إذا تعرف واحد يسموه العيايدة اللي هو مؤسس، أنا عارفوش أصلا. ايوه، فهو هو قال شكون هذا العايدة يا وتكلم أخي؟ العيايده، شكون هذا؟ هذا راه من مؤسس الجيه اللي معروفه اللي هي ولكن كانت الجية كيقولوا الناس، الجية كانت تابعة كريم للمخابرات شوف، العسكرية كريم شوف، كريم في كريم ويحول هو كريم يحول شوف، هو يحول كريم بغي يحول شوف، النقاش كريم لنقاش كريم انا شوف، والصحراء الغربية. كريم ايوه المخزن نعم شوف، خلونا في مشكلة الصحراء الغربية. لا يعطيك الصحة، لا يعطيك اللي الصحة، أهم لا يعطيك بالنسبة لي الصحة. أنا الصحراء السؤال نعم الثاني، أنا السؤال الثاني اللي راح نطرحه عليك وراح ننزل، كيفاش إذا كانت الصحراء الغربية تابعة للإقليم المراكشي، كيفاش الملك يقبل أن يقسم بلاده مع دولة أخرى؟ نعم بعدين شوف، بعدين نجاوبك على هذه النقطة، ولكن قبل نقول لك واحد المعلومة. ادخل يا أخي لجوجل ودبر على الوثيقة اللي السلطان العلوي في 1776 استعرف بها الولايات المتحدة،
والولايات المتحده رجعت للسلطان في ذاك الوقت وثيقه وسقراتو فيها وكاتبوا لهم يا المخز يعني المغرب ماشي مراكش يا اخي يا المخزني يا المخز يا المخزني هو قال لك السؤال اذا كانت هذه الارض ارضكم علاه قسمتوها مع موريتان هو الاتفاقيات مع اسبانيا كانت هكا يعني هكا سني هكا سني هكا شفتوا كيفاش انتم شوف كيف تبسطوا الامور انتم يعني هكا هكا قسم اجيب واحد المقص وقسم التراب وانت قبض شوي وانت قبض شوي الواحد يا اخي شوي. يا اخي محمد يا هذا محمد انا فاهم الرؤيه ديالك يعني اذا كانت بلادك لا ما هيش الرؤيه ما هي رؤيتي انا ما هي رؤيتي انا رؤيه الواقع انت تقول لي المغرب راك انت المغرب تقسمه مع الناس المغرب مثلا تقسمه مع الناس تعطي النص تعطي النص للسودان وتقبض النص ولا شنو ولا تدافع عليه ولا تموت عليه السؤال الثالث هل عندك حدود مباشره مع موريتانيا اخي في الجزائر هل عندك حدود مباشره مع كيما حنا بار اكزومبل حنا عندنا حدود معاكم انتوما ومراكش عندنا حدود معاكم هل انتم عندكم حدود مباشره لا مراكش المغرب هو يعني به المغرب الكبير تاريخيا لا المغرب هو المغرب ديالنا يا اخي معليش انا نسميك مراكش يا المخزني كل واحد وكل انت انا نسميك سميه المغرب شوف قول زيد انت قول 20 قرن من الحضاره سمي قول 20 المغرب اللي فيه 20 قرن حضاره ما مشكل هذه قناعة لأن المغرب أنا نعرفه المغرب حتى الصحراء الغربية راها من راها تابعة للمغرب المغرب الكبير حتى ما نقصوش قوتنا تابعة للمغرب وشوف يا أخي كان الصحراء الغربية والصحراء الشرقية والصحراء الجنوبية لا 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 حتى شوف الأمور المخزني هو هذا فكر المخزن هو هذا فهمت المسكين خاصه يبحث على شيء يبرر به قول لنا يا اخي شو حتى لله اخي الراضي كيفاش يا اخي كيف يعقل ما عندهمش حدود مباشره مع موريتانيا عندهم تقريبا شي ارض خاويه هذيك الارض الخاويه هذيك تعمل القرقرات من بعد القرقرات فهي ارض ما ملكت احد وعندهم 30% من ارضهم اللي هي محرره وهي تابعه للجمهوريه الصحراويه لا يسترجعوها لا يسترجعوها والله يمكن تسترجعها الجمهورية الصحراوية إن شاء الله شوف يا أخي من الجزائر أنت ما راكش فيك الحرقة أنت على الناس اللي جالسين مهجرين على بلادهم وجالسين في الحمادة في الصيف والشتاء وجالسين في الخلاء هذوك الناس اللي بغينا لهم حل يا أخي هذوك راهم في بلادهم شوف شوف في بلادهم الثانية لأن أنتم لأن الملك تحكم المراكشي لما قتلهم وهجرهم